ومن الأخطاء مع الجيران التعدي على أمواله، التعدي على أمواله، هذا كثير. فتجد التعدي على أمواله مثلا ربما بالسرقة، لأنه أخبر الناس بدخوله وخروجه ووجوده وعدم وجوده، فتجد بأنه يستغل فرصة عدم وجوده للنيل منه، يقتحم بيته أو يقتحم مزرعته ويأخذ ما لا يحل له، هذا بلا شك أنه من التعدي والظلم. ومثل ذلك ما يحصل في الدواب على سبيل المثال، أيضا يكون عنده بوش أو عنده غنم، فتجد بأنه يطلق دوابه هكذا ليرتعن في أموال جاره من غير تحرس، مع أن مثل هذا الأمر أمر ليس مستساغ شرعا ولا عرفا في دنيا الناس. بل في بعض الأحيان ربما تجد من الناس من يطلق مواشيه في الأحياء السكنية، أنا أعجب، وما الذي تجده المواشي في الأحياء في من إطلاقها في الأحياء السكنية؟ ما الذي تستفيده؟ هل تجد كلأً؟ تجد عشباً؟ تجد ما؟ ربما تكون الأرض كلها مسفلتة، لا تجد إلا أكياس القمامة وبراميل الزبالة أجلكم الله، وتجد بابا مفتوحا فترك وتؤذي أهل البيت، أو تجد شجرة غرسها أمام بيته فتأكلها، أو تجد باب مزرعة مشرع فتدخل وترتع فيه، وهذا من الأذية بلا شك. هذه الأذية في الحقيقة ليست أذية خاصة بأهل الساحل مثلا، بل كذلك أيضا هي في أهل الجبل، بل هي أشد في أهل الجبل. فتجد بأن من الناس من يستبيحون مثل هذه الأمور، فيطلقون أغنامهم في أموال الناس في البلدان ترتع هكذا، والأصل ألا يفعل ذلك، بل الأصل أن يقوم برعيها بنفسه وتصريفها في المكان الذي ليس فيها ضرر لأحد. وأنتم تعلمون كيف إن الناس كانوا من قبل أهل البلدان يجعلون لكل بلد حرما حوزا، فهو مكان للرعي والاحتطاب حتى يغتسموا مثل هذه الثروات، وكانوا يتصالحون بل يصطلحون على أن من كان له ماشية فإنه إذا ما سرحها خرج وراءها، لا يطلقها في الأموال أبدا، وهو مسؤول عن كل ضرر ربما تلحقه، لأنها تدمر، تأكل النخيل وتأكل الزروع وتدمر السواقي وتخرب القنوات، قنوات المياه، وتدمر الدكاكين النخل وغير ذلك من الأمور، وهذه كلها فيها أضرار بالغة ولا تجوز، لأن الإنسان يحرم عليه أخذ شيء من مال جاره بغير إذنه، والإنسان مسؤول عن دابته كما أنه مسؤول عن ابنه، فهو مسؤول عنها، يصونها ويبعدها عما فيه ضرر على الناس. فالتعدي بالأغنام أو المواشي هذا نوع من التعدي على أموال الجار، وهو غير سائغ غير جائز. ومن التعدي على الأموال أيضا التعدي على الأموال الحدود، على الحدود في المناطق الجبلية مثلا أو حتى في المناطق السهلية هذه، فتجد بأن صباح حد الأرض ليس كمسائها، الحضار يحكش يعني من الليل تجد بأنه ينتقل إلى مكان آخر،
مبيته غير صباح، على أشياء ما سعوية في بعض الأحيان، قلبه رابه جيل يدفش الجواميد اللي هي الحدود القديمة الموجودة في الأرض معروفة عند أهل الجبال، يسمد الجيل الحجة ومن هناك يدفش الحصى شوي عشان يضر جاره مثلا. هذا كله من التعدي لا يجوز. ورسول الله لعن من غير منار الأرض، أي من غير حدود الأرض. وكذلك إذا كانت عنده سعة في إحضار مثلا في المزارع يدفش على يعني مزرعة جاره، هذا كله من التعدي وهو أمر غير جائز.